Bonjour baccalauréat Menhaj Ladim, أنا بباج 62 صفحة 62 بالبرودكسيون أورال التعبير الشفهي بالوحدة الرابعة للمنهاج القديم. عم نعمل مراجعة وتثبيت معلومات، وبقول دايما الشفهي هو تركيز معلومات وتركيز على المفردات، وإذا كان في حوار بتعلم كيف بيصير ترتيب الحوار. عندي هون جي غاسامبل ميزيدي وبسيرفي ليزيلوستراسيون، لاحظ هذه الصور، اديت وقل ce qu'elle représente, ماذا تمثل؟ شو شايفين بتمثل؟ الصورة الأولى، أنا كتبتهم كلهم. الصورة الأولى représente une forêt vierge، غابة عذراء، يقولوا يعني غابة لسه يد الإنسان ما وصلت له. هاي الصورة الأولى. دو، الصورة الثانية un train مثل ما أنا شايفين. La deuxième, l'illustration 2 représente، الصورة الثانية بتمثل قطار. L'illustration 3, sur la tête, représente des déchets. Sur la tête, nifayet, aousar, kadourat, koumami. Sur la tête. Rabra, chayfin, gaspillage de l'eau. Hadrma. L'illustration 4, Thomas, c'est le gaspillage d'eau. Hadr alma. Sur la khamse, on représente la biodiversité, atanoua, al-hayawi. وجود توازن بين الحيوان والنبات وكل شيء مصادر الطبيعية. الصورة الستة représente تمثل une plage، شاطئ désert مقفر فاضي plein de déchets، ملام بالأوساخ. الصورة السبعة représente une banquise، انهيار الثلج الجليد، انهيار الجليد banquise. هلا associer ربط كولون العمود A بالعمود B لتكمل المعلومة بطريقة منطقية، وبعدين اكتبون تحت هون، نكتبون هون، انتو بتكتبون، انا بقلكن على ترتيبهم وما رح اوقف عندهم كتير، بس حتى نعرف الجملة شو هي. سي لي بارك، اذا كان المنتزهات ناتوريل الطبيعية ديسباغيت، إذا المنتزهات الطبيعية اختفت، شو نتيجتها؟ نتيجتها هي أو لي زانيمو، الحيوانات نوغي بلو دو فوايي، إذا المنتزهات والغابات راحت، شو بصير؟ مبعود الحيوانات بتلاقي محل تبني فيه أعشاشها أو تنام أو تعمل جحور إلها، يعني تنام فيها، إلوغ فيو حياتها سوغي أون دونجي، ستكون مهددة بالخطر. إذن أن مع أو. دو، سي لي ديشي، إذا كان القمامة النفايات ساكيمولي كترت تراكمت، إذا النفايات تراكمت لي فيل المدن سوغي تخسار، راح تكون المدن قذرة جدا، إي لي مالادي والأمراض سوغي بوندغي ستنتشر. إذن دو هي مع دي. 3. Si l'on protège زحمينا les espèces animales، الأنواع الحيوانية والنباتية، شو نتيجة ذلك؟ On sauvegarderait، سنحافظ على la biodiversité. إذن 3 هي C. 4. Si nous utilisons، إذا استخدمنا، utilisions، إذا استخدمنا les transports en commun، الوسائل النقل المشتركة، on mettrait fin، نضع حدا à la pollution des villes، لتلوث المدن. إذن 4 هي F. 5. Si l'on gaspillait، si l'on ne gaspillait plus de لو، إذا ما صرفنا، ما هدرنا كتير بالماء، لي بيي أوغي، بصير البلدان عندها مخزون كبير دو بوتابل، من ماء الشرب. إذا الخمسة جوابها ب. 6. سي لي فيل ماريتيم، إذا المدن البحرية من ماء على البحر، نو جيتي بلو ما، رميت أبدا، لي زوردور
ménagère نفايات المنزلية en bordure de mer à la ضفاف البحر. Les odeurs nauséabondes, الروائح الكريهة, ne se dégageraient, لن تصدر, لن تخرج, plus de la plage, أبدا, من الشاطئ. ما بعد بطلع روائح بشعة. Si la banquise fondée, إذا كان الجليد داب, il y aurait, رح يكون في يصير, plus d'inondation, فيضانات ثلجية كبيرة, رح يصير طوفان للماء. يعني كل جملة, جمل شرطية, إذا صار هيك شو نتيجته؟ كل جملة شو نتيجتها؟ إذا المنتزهات الطبيعية اختفت, الحيوانات ما رح تلاقي بيوت تقعد فيها وبتعيش بخطر. إذا الفضلات تراكمت, المدن رح تكون وسخة والأمراض تنتشر. إذا حمينا الأصناف الحيوانية والنباتية نحافظ على التنوع الحيوي, هي إيجابية. إذا كان استخدمنا الوسائل العامة 4 بنكون حطينا حد لتلوث المدن, هي إيجابية. إذا ما صرفنا ما هدرنا بالماء البلدان رح يكون في عندها مخزون للماء, هي إيجابية. إذا المدن البحرية ما رمت الفضلات ما رح تطلع الريحة بشعة من الشاطئ. وإذا كان داب الجليد رح يصير في فيضان للماء. إذا في عندي 4 هنين بوزيتيف وثلاثة هنين نيجاتيف, نحن رح نكتبهم هون وانا حطيتهم على جنب, هدول هن وصلنا هون. هلا بعندي جو بيكسبريم, وعبر عن نفسي, كله بيجي ممكن موضوع, لا من اي فكره بتوردت في النص بيجيني موضوع. لانفيرونمون, البيئه, الايكولوجي والمحافظه عليها, هن لو غران ديفي, التحدي الاكبر في القرن الواحد والعشرين. كومون اسبيريفو, كيف تتامل انك تحلم تشوف غيفي فوار, تحلم تشوف votre quartier, حيك, كيف تتأمل تشوفه أو مدينتك أو كوكب الأرض في السنوات المقبلة؟ شو بتحلم؟ احكي لنا. malheureusement, لسوء الحظ, les problèmes, المشاكل liées, المرتبطة على sauvegarde, بيحتفاظ على notre planète, كوكبنا, sont très nombreux, المشاكل كتير كتير. Mais comme je suis optimiste, لكن بما أني أنا متفائل, je dis, بقول, qu'il faut garder l'espoir, يجب أن نحافظ على الأمل. Je rêve d'un jour, أحلم بيوم, où je me réveillerai, أستيقظ فيه, et verrai وأرى, par ma fenêtre, من نافذتي, mon quartier propre, حي, نظيفا, pas de déchets jetés, ما في أوساخ مرمية, sur les trottoirs, على الأرصفة, ou sur les plages, ولا على الشواطئ, où les habitants, حيث السكان, de ma ville, مدينتي, prendraient conscience, عندهم وعي, de l'importance, لأهمية, de limiter, تقليل الحد, leur impact, من تأثير نيجاتيف, السلبي, sur l'environnement, على البيئة. Je rêve d'une société, أحلم بمجتمع, qui tiendrait compte, ينتبه, يراعي, des ressources, الموارد, que la planète peut offrir, اللي عم ممكن الكوكب يقدم لنا, أرضنا تقدم لنا إياها, ينتبه لها, يعني يشوف أهميتها أكثر مما, plutôt que de, أكثر مما, l'augmentation, ما يزيد, continuer, باستمرار, des profits, منافع, يعني ينتبه للموارد أكثر ما ينتبه لمنفعته. هذا أنا اللي بحلم فيه. هلأ جو دو رول, تمثيل دور, أنت متفائل بخصوص مستقبل الأرض, بينما صديقك هو كتير متشائم وبيضل بيحكي عن مشاكل اللي بتهدد أرضنا, وأنت بدك تلاقي له حل بكل مشكلة بقول لك يا بتعطيه حل وبتعطيه مثال من الحياة الحالية. أنا عواضه بتركه وبمشي. المثل الدور. هلأ الدور بده نظارة لأنه ما سامعي غير هيك. malheureusement, هلأ رفيقي يعني بيحكي, بقول لسوء الحظ, on ne pourra jamais, ما بقى نقدر أبدا, retourner en arrière, نرجع للوراء,
pour arrêter, حتى نوقف لا ديفورستاسيون. ما بقى في عنا مجال خلص، يعني كتير وسخنا وكتير ضرينا وكتير قطعنا أشجار، ما بقى في مجال للرجعة. هيك رفيقي بوتاشيب قال له مينو لا، il y a toujours des solutions، دايما في عنا حل. On peut arrêter la coupe des arbres، نقدر نوقف قطع الأشجار. Et sensibiliser les gens، نوعي الناس au problème de la déforestation، نوعيهم على مشاكل إزالة الغابات. بقوم بيقول لي، برجع بيقول لي tu ne vois pas les usines، انت مالك شايف المصانع كي جات لو برودوي اللي عم ترمي منتجات الشيميك الكيميائيه دانلو في المي، نطق لي هلا على المصانع اللي مالك شايف الشيء اللي عم يزتوه بالمي. بقول له لو غوفرنمون الحكومه اكومونسي بدات افيكسي دي لوا تضع او اميتر دي لوا تضع قوانين اريسبكتي لنحترمها، سورتو باغ لي زاندستري، وخاصة من خلال الصناعات بوليونت التي تسبب تلوث. اي نو ونحن نو بوفون اوتيليزي، نقدر نستخدم لي ترانسبور ان كومون، وسائل النقل المشتركة العامة. اي نو با جيتي وما نرمي لي ديشي دون لو، النفايات الاوساخ في الماء. بون بيقول فيفغ ان فيل، الحياة في المدينة نو في اوبليي، نسيتنا nos responsabilités masculinitaires envers l'environnement déjà bien bah non cher là et azizi, nous pouvons nous entraider de نتعاون pour assurer لحتى نأمن نضع l'avenir de l'humanité، لحتى يعني نخلي نأكد على مستقبل الإنسانية. تعبت معه بدأ أتركه وأنا زعلت منه، وكانت معكم مدام أتركه. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.